صباحنا غير ووصلنا لمساحة حيوية بتهم كثير من الأشخاص. بدنا نحكي رشا اليوم بمساحتنا حاليا عن واقع المياه اليوم بدمشق وريفا. دائما بنسمع عن مشاكل، عن انقطاع المياه عن كثير من المنازل بالأرياف بمختلف المحافظات السورية. كرمال هاي النقطة رح نضوي أكثر ضمن صباحنا غير لليوم، ورح نحكي عن واقع المياه ضمن عمل مؤسسة مياه الشرب في دمشق وريفا. شو هي اليوم الصعوبات اللي عم تواجه هاي المؤسسة، وشو هي المشاريع اللي تم إنجازها، شو هي الخطط المستقبلية؟ كثير من الأسئلة والاستفسارات حيجاوبنا عليها ضيفنا لليوم الأستاذ محمد عصام الطباع، مدير عام مياه الشرب في دمشق وريفا. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا يا أهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. رح نبدأ هيك بسؤال افتتاحي إذا بدنا نقول، دائما معروف عن سوريا بتميز هيك نحن كنا نقرأ بالكتب بأمطارها بكثرة الينابيع ووجود الآبار إذا بدنا نقول، ولكن خلال السنوات الماضية إذا بدنا نحكي كثير عم نشوف قرى عم بتعاني من يعني انقطاع المياه، حتى بالمدن إذا بدنا نقول في ساعات محددة عم تكون لوجود الماء. خلينا نحكي عن آلية عملكم، شو السبب اليوم إنه بهي حالات الانقطاع؟ يعني نحن أحيانا بنحكي عن أيام، يعني في منازل ما بيوصلها المي تقريبا بحدود 4-5 أيام ممكن أكثر. طبعا صباح الخير بحضراتكم السادة المشاهدين. طبعا الواقع المائي هو مرتبط بالهطول المطري بكل عام. العام الماضي كان الهاطل المطري بالنسبة لحوض نبع الفيجة كان يشكل نسبة 82% من المعدل الوسطي العام، ولكن كان الهاطل المطري مدينة دمشق ما تجاوز 47%. هذا طبعا خلى العام الحالي انه الواقع المائي الى حد ما كان جيد بمدينة دمشق. طبعا مدينة دمشق ترتبط بيتم تزويدها من خلال المصادر الرئيسية هن نبع فيجة، نبع بردة، آبار مراكز الضخ بالمدينة. هذه الكميات اللي عم تم إنتاجها خلال فترة الربيع بيكون الواقع المائي جيد، بيتم التزويد بشكل مستمر لكامل مدينة دمشق وإلى ريف دمشق المحيطي اللي عم يتم تزويدها بنبع الفيجة من صحنايا، أشرفية صحنايا، ضاحية ماني آدار، الكسوة، معظمية الشام، دارية، كامل الريف المحيطي يتم تزويده من نبع الفيجة خلال فترة الربيع، وتستمر إلى عدة أشهر إلى أن يبدأ انخفاض الإنتاج. طبعا مع أشهر التحاريق مع بداية ازدياد الاستهلاك وانخفاض الإنتاج، ولكن وفق البرنامج المعد اللي يتم المؤسسة بوضعه وهو برنامج تقنين، يتم التوفيق ما بين كميات المياه المنتجة وكميات التي يتم استهلاكها. بالنسبة للريف دمشق، الباقي مناطق بريف دمشق هي كمان واقع الآبار جيد، ولكن هي مرتبطة بتوفر الطاقة الكهرباء بالإضافة إلى مادة المازوت. اليوم طبعا كنا نعرف واقع الكهرباء، ولكن اليوم بالتنسيق مع شركة كهرباء ريف دمشق يتم إلى بقدر الإمكان وفق الإمكانيات المتوفرة بتأمين التيار الكهربائي بساعات محددة. بعض المناطق عم يكون فيها انقطاع كبير مثل ما تفضلتي، عم بتكون فيها تتجاوز الساعات او ايام، ممكن بضعه ايام. هذا عم يتم التلافي عليه والعمل فيه من خلال المؤسسه، من خلال هي مشاريع منظومات الطاقه الشمسيه وخطوط موافقه من التقنين الكهربائي، وهذا عملنا فيه بدانا فيه من سنوات، والعام هذا كان فيه له جزء كبير من التنفيذ. يعني على سبيل المثال منظومات الطاقة الشمسية صرنا مركبين حوالي 40 منظومة طاقة. كان هذا العام في عنا بأبار بسعسع، كان في عنا بكفر بطنة، بحمورية، بمنين، بمليحة، تركيب منظومات طاقة شمسية. هذا خلى واقع هذه الأبار تعمل وتحسن الوضع فيها. إضافة إلى منظومات خطوط معفى من التقنين الكهربائي، كنا بنعرف قديش كانت عم تعاني سيدنايا وتلفيتا ورنكوس، تم كمان تأمين خط معفى من التقنين الكهربائي تجاوزت 17 يوم مدة اللي اتصلوا المياه. هلا من خلال فترة قريبة وضع بالخدمة هذا المشروع، كمان تمت إعادة المياه وبشكل مستمر، الضخ المستمر. كمان في منطقة بدة كمان هلا من خلال فتره قريبه، وهي منطقه تنين، بعض ابار ببيره، بعقربه، بسيدي مقداد كمان دخلت، طبعا بالاضافه لمشاريع هي قيد التنفيذ حاليا ان شاء الله.
استاذ خلينا نحكي اليوم عن مدى استجابه المؤسسه وقت اللي بتجيكم اي شكوى او بصير اي طارئ، كيف اليوم المؤسسه عم تستجيب مع الناس؟ خلينا اليوم نضوي اكثر على موضوع المزه 86 لنعرف اليوم الشيء اللي صار من حضرتك، كثره الاقاويل والاشاعات عن حالات تسمم كثير كبيره ضمن ال 86 بالمنطقه او بحاره، اليوم نحن بدنا نعرف اذا كانت شملت المنطقة كلها حالات التلوث أو بس مجرد حارة، وخاصة إن كان في حالات مرضية. أول شيء نحكي عن هاي القصة وبعدين نروح شوي للإجراءات الصحية. هلا طبعا بالنسبة لعنا، بالنسبة أي ورود أي معلومة للمؤسسة بوجود اشتباه في تلوث المياه، تقوم المؤسسة على الفور بكامل نطاق عملها بقطع المياه عن المصدر المغذي لهذه المنطقة. نحن أول ما وصلنا معلومات عن وجود اشتباه بتلوث المياه في منطقة المزة قرب معهد اللغات، تم توجيه الكادر الفني بالمؤسسة لقطع المياه، تم أخذ عينات، تبين وجود مياه إنه بعض في منطقة محددة قرب معهد اللغات ما ذكرنا إنه فيها في موضوع منطقة فيها تلوث. بهي الحالة نحن مباشرة بنرجع بنشوف إذا في موضوع الصرف الصحي القريب لخطوط المياه. فتبين معنا فعلا في كان احد ريجارات الصرف الصحي هي كانت مليئه، كان بحاجه لتعزيل وتسليك هذه الريجارات. تم التواصل مع الشركه العامه للصرف الصحي وتم تعزيلها بشكل فوري من قبل المدير العام الشركه والعمل فيه. طبعا لهذا هون كانت طبعا مباشره قطع المياه موجود، تم الكشف على الخط، هذا الحكي استمر يومين وتم التنقيب من خلال سيارات التنقيب عندنا موجوده بالمؤسسه لكشف اذا في نقاط تسرب موجوده على هذا الخط المغذي. تبين عندنا وجود 3 أو 4 نقاط تم الكشف عليها، تبين انه الوصلات المنزليه اللي داخله على المنزل هي اللي تاثرت من خلال طف الصرف الصحي وريجارات الصرف الصحي. تم تعديل اصلاحها، تم اعاده غسيل الشبكه وضخ المياه واخذ عينات. أنا كنت بزيارة يوم الأربعاء على المنطقة، لاحظت عمال الورشات شو عم تشتغل، أخذنا العينات، تبين معنا طبعاً من أحد العينات إنه أخذنا 11 عينة، تبين معنا ما في سليمة 100%، تبين عنا أحد المنازل فقط لسه في مشكلة موجودة، بالدخول إلى هذه المنازل لاحظنا إنه هو خزان البناء الموجود اللي هو خزان صار له فترة قديمة مفتوح معرض للتلوث، تم طبعاً توجيههم بغسله وتعقيمه. امبارح كمان رجعنا اخذنا العينات بشكل كامل، كانت نتائج المخبر سليمه 100%. طبعا الحالات التلوث بتصير معنا بفترات الصيف وبتكون كمان انخفضت كميات المياه المنتجه، الصرف الصحي بده يكون دائما بشكل دائم مراقب. نحن طبعا دائما موجهين الورشات عندنا بكامل نطاق عملها انه اذا صار اي موضوع الكشف على هاي الريجارات، الموضوع هذا عمل الصرف الصحي وليس عمل مؤسسنا، ولكن نحن من باب الاحتياط واخذ الحذر التشبيك معهم وفي تعاون مستمر بهذا الموضوع. بس نحن باي اجراء بيجينا باي اشتباه مباشره بيتم قطع المياه ولا يتم اعاده الضخ الا بعد التاكد. يوم عم نحكي بالمزه عن حاره واحده صح؟ مو المنطقه كلها، لانه صار في اشاعات كثير على الفيس، بتعرف اليوم خبر من صفحه لصفحه بتزيد القصه يعني، فاليوم كثير مهم الايضاح عن طريق حضرتك. هو في يعني في شغله مهمه لازم يعرفوها الاخوه المشاهدين انه نحن المياه بشكل يومي يتم التحليل من خلال المخبر المركزي، مقبل المخبر المركزي عندنا المؤسسه حاصل على شهاده الايزو، هذا المخبر بياخذ عينات من نبع الفيجه، نبع بردة، ابار مراكز الضخ المدينه، اضافه لا تقل عن 30 ل 35 عينه من شبكه مدينه دمشق، يعني نحن يوميا عندنا التحاليل بشكل دوري، فمنطقه المزه اللي عم تتخذ عم تشرب المياه عم تتزود المياه هي نفس المنطقه نفس المياه اللي عم تتزود منها من كامل مدينه دمشق، فوجود اي حادثة لا سمح الله تلوث فهذا حيأثر على كامل المنطقة، عشان هيك إجراءاتنا احترازية موجودة فيها. خلينا نحكي مع حضرتك استاذ عن موضوع برامج التقنين، دائما بنشوف محافظة دمشق وريفها بينزلوا برامج تقنين للمياه لكل فينا نقول منطقة أو يعني بلدة، على أي أساس بيتم وضع هي البرامج؟ في آلية معينة كمان أكيد بتوصلك كثير هي الشكوى إنه نحن بحارتنا ما وصلتنا المي بس الحارة اللي بزقنا تماما جايتها المي، نحكي عن هدول الإشكالات اللي بيصيروا يعني من باب المعرفة، كيف بيتم توزيع البرنامج؟ كيف يعني بيتم وصل هي الآلية أو المياه كيف بتوصل لحارة مثلا وحارة ثانية لا ما بتوصلها؟ هلا برامج التقنين نحن نلجأ لبرنامج التقنين وقت بتكون تنخفض كميات المياه المنتجه، يعني ذكرت من قليل انه فتره الصيف فتره الربيع فيضان نبع الفيجه لا يتم التزويد بشكل 24 ساعه على 24 ساعه لكامل مناطق مدينه دمشق بالاضافه لريف دمشق المحيطي. بنوصل اليوم للكسوه مياه نبع الفيجه، ولكن مع انخفاض كميات المياه المنتجه وازدياد الاستهلاك
فترة الصيف، فترة أشهر التحاريق اللي نحن هلأ حاليا بأواخر الفترة هاي، طبعا بينخفض الإنتاج وبيتم الاستهلاك الزائد. نلجأ للتقنين، ممكن تبدأ ببضع ساعات، ممكن توصل ل 16 أو 17 ساعة. برنامج التقنين يتم مراعاة في مناطق، يعني في عندنا المناطق المنخفضة يتم التزويد لا يقل من 6 إلى 7 ساعات، بينما المناطق المرتفعة مثال مثل 86 أو مناطق حي الورود أو مناطق أشلوبر هي تحتاج إلى تزويد لا يقل عن 12 أو 13 ساعة لنضمن وصول المياه لآخر نقطة في الشبكة. بعض الأخوة المواطنين بيشتكي أنه أنا المياه ما وصلت لعندي إذا كان البرنامج أو كمية المياه اللي وصلت ما كفت الموضوع. طبعا هذا مرتبط مثل ما ذكرت موضوع الطاقة، ولكن نحن البرنامج هو قابل للتغيير، يتم إعلانه على موقع المؤسسة، يتم إعلانه بالمحافظة، يتم مراقبته بشكل دوري. يعني ممكن نضطر أنه خلال أسبوع واحد نعدل البرنامج، ولكن أكثر من 90% يكون البرنامج هو واقعي ومناسب. حتى في ملاحظة أستاذ اليوم كرمال هيك نوجه كل الاستفسارات اللي وصلتنا، أنه في ناس بتقلك أنا المي بتصلني كلس لونه أبيض نظامي، فيها تعقيم كتير عالي، ونشوف مناطق تانية بتنزل المي بيقولوا هاي مية فيجة صافية باردة، يعني أنت لك في متعة أنت عم تاخد هاي المي من الحنفية بشكل مباشر. ما تبقى أحيانا الناس عم تضطر تغلي المي كرمال تصفي شوي الكلس الموجود بقلبها. شو اليوم السبب بين الفرق بين الآبار، وجود الآبار القريبة أو شو؟ هلأ بعض المناطق اللي عم فيها مياه كلسية هي منطقة وادي مروان وبعض منها طبعا آبار جديدة يابوس. نحن مصادرنا الرئيسية هي نبع فيجة ونبع بردة، بضافة إلى آبار وادي مروان وآبار جديدة يابوس. آبار وادي مروان ممكن يكون هي مياه كلسية نوعا ما، ولكن مطابقة للمواصفات القياسية. يعني لحتى اليوم أي مياه عم تنضف هي بدها تكون مطابقة للمواصفات. نسبة الكلور لا، ضمن المواصفات القياسية نحن في عنا نسبة محددة، محدد معدل اللي يكون فيه. ممكن خلال فترات الصيف مع انخفاض كميات مياه منتجة نرفع الجرعة إلى الحد الأعلى المسموح به، ولكن لا يتم الزيادة عن الزيادة عن الحد المحدد فيه. عم نحكي ايضا عن هذا الواقع بشكل عام. اليوم اي حدا اليوم عنده شكوى، عنده استفسار، حابب اليوم يتواصل معكم، شو هي آلية التواصل مع المؤسسة؟ هل في بريد او في صفحة او اتصال بشكل مباشر؟ هلا نحن الموقع الالكتروني للمؤسسة مفعل بشكل كامل، dapsa.gov.sy، موجود على كامل مراسلاتنا. على فيسبوك عنا وفي تواصل عدد كبير من الاخوة المواطنين، عنا على الخط الساخن 166 لتلقي كافة الشكاوي، إضافة إلى 3004 الطوارئ المركزية، ومحدد بموقع المؤسسة كامل أرقام الشكاوي لكل الطوارئ الموجودة بكامل مدينة دمشق حتى الوحدات الاقتصادية. الميزة بالموقع الإلكتروني المؤسسة أنه يستطيع المواطن أن يتقدم بشكوى لأي استفسار عن أي حالة من الحالات، سواء كانت حالة انقطاع المياه أو أي استفسار، يستطيع أن يدخل قراءة العداد خلال كمان هو من خلال الانترنت، بدخل قراءة العداد للتأكد من قراءة العداد إذا كان قارئ العداد ما عم ياخذها أو ما عم يصير له. فاليوم التواصل بشكل مستمر عنا، والمكتب الإعلامي بالمؤسسة مفعل بشكل كبير جدا لتلقي كافة الشكاوي. يعني نحن اليوم على الفيسبوك عم نتابع بشكل يومي المناطق اللي إذا في حالة ما وصلت المياه أو في انقطاع المياه أو في منطقة من المناطق عم تعاني، ما بنتظر لحتى يدق المواطن، نحن فعلا عم نتابع هذا الموضوع. يعطيكم ألف عافية. أكيد من الختام نتشكر وجودك معنا الأستاذ محمد عصام الطبع، مدير عام مياه الشرب في دمشق الريفة. شكرا كثير لك.